أقرب العلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك في هذا المثل، ليس في الأكل. في الأكل ورد نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع من حيث الأكل، فالأكل محرم، لا يجوز أكل هذه الحيوانات. لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة، والقاعدة عند أهل العلم الأصل في الأعيان الطهارة، أي عين الأصل فيها أنها طاهرة، ما إلا ما دل الدليل على نجاستها. وهنا نجاسة هذه الأشياء أو هذه الحيوانات ليست نصا، وإنما مفهوم مخالفة لحديثي إنها ليست بنجس، فالاستدلال ضعيف، الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف، خاصة مع مخالفتها لشبه أصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن فيه مشقة على الناس بالقول بنجاسة كل هذه الحيوانات، فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة.